مشاهدي القناة ديسكو أمين تي في، مرحبا بكم أينما كنتم. ككل أسبوع في مجال الرياضة ومواكبة للفريق الحريزي بمدينة بركان، استقبال الفريق المحلي نهضة بركان يوسف يطبرشيد استقبال الفريق الحريزي في وضعية حارقة، أخذ المقابلة بجدية حين حصل على الانتصار في الدقيقة 18 إلى أن غادر للاستراحة فائزا بعد العودة للمتابعة. في الشوط الثاني الفريق الحريزي أبان عن ضعف التأطير وتزويد اللاعبين، عن عدم ارتكاب الأخطاء واجتناب الحصول على العقوبة، ذلك ما حصل بخروج باتريك وجعل الفريق الحريزي يلعب بنقص عددي، ما أثر على الفريق ووقوعه في الخطأ أمام المرمى ليسجل على إطرها التعادل بين الفريقين. الربع ساعة الأخير من المباراة الفريق الحريزي أخذ مؤطره السيد النجاري في تغيير لاعبين لإدراك الموقف وخروجه بنتيجة تكون بمثابة انتصار ليقتل النتيجة ويفتح باب الأمل. دخول حمزة والناصري في الدقيقة 80 بالملعب ليعيد التوازن في اللعب، إلى أن تلقى الشينة بطاقة صفراء لدليل عن عدم التأطير لاجتناب الأخطاء. كما أشرنا سابقا ما يحل بالفريق الحريزي يخيب الأمل في النتيجة رغم مشاكسته واللاعب الحديث للعبة، دائما في غياب السياسة الكروية في الخبرة للاعبين الشباب، المنتظر منهم الشيء المثير في العطاء والسير بالفريق إلى رتبة مشرفة تليق بالفريق. انتهت المقابلة بتعادل والحصول على نقطة واحدة لم تخرجه من الدوامة في خسارة لثمان مقابلات وإحدى عشر تعادل، نتائج إذ لم يدرك ما ضيعه الفريق الحريزي وإلا سيكون في السنة المقبلة ضمن البطولة القسم الثاني. ما ينتظر فريق يوسف برشيد لا بديل سوى الانتصار في أغلب المقابلات الباقية، كافة من التعادلات ولا زائد. فريق بركان، فريق اللي يلا لعب سوبر كوب فايز في كاس افريقيا، كنا جايين مامنين بالقدرات ديالنا الحمد لله، الدراري كانوا عازمين باش على الاقل ندير نقطه من بركان، والحمد لله تاتينا ذلك غير ما طرد النقص العددي اللي كان في واحد الوقت مبكر، والحمد لله اليوم على نقطه امام نهضة بركان اللي عطانا واحد الحافز ان شاء الله باش نشوف ان شاء الله. الكومونيكاسيون ديال المدرب تكون اما سلبيه اما ايجابيه. برشيد تنظن على ان يعني الا كان الخطاب ديال المدرب على ان يكتفي فقط بنقطه نقطه، فتنظن على ان غيبقى في نص القاع يعني اسفل الترتيب، بالرغم من انك تتلعب امام فريق قوي داخل الميدان ديالو، ولكن عليك يكون واحد الخطاب ايجابي للاعبين على انهم خاصهم يخرجوا من القوقعه ديال التعادلات ويمشوا الى الامام، لحقاش فوز سجل فوز، التعادل ربما يدخل في دوامه التعادلات، ربما يدخل في خسارات، وبالتالي تنظن على ان الخطاب ديال المدرب خصو يكون جد ايجابي بالنسبه للاعبين. من خلال هذا التصريح ديالو فهو مرتاح، ولكن راه ما بقاوش بزاف ديال المباريات.